هو شوف رضوان جيد، انا كما قلت رضوان جيد حكم كباقي الحكام، كيجي باش يدير الدور ديالو. الخطا كيقدر يوقع مع العلم انه الحمد لله ان المباريات ديالي بشهاده الناس زعما الناس المسؤولين على قطاع التحكيم في المغرب، يعني عطوني الحق في بعض القرارات اللي اثارت الجدل بالنسبه لبعض المباريات. كنتمنى ان الناس، انا ديما كنقولها وهذا هذه فرصه باش نقولها، انه الانتماء ما عمره ما كان مشكله، ولكن التعصب هو اللي عندنا مشكل كبير في الكره الوطنيه. كنت يا رضوان بواحد التصريحات ان كاس العالم تكون اخيره في المسيره ديالك، صحيح؟ واش 2023 تكون اخر سنه لرضوان؟ هو شوف هي كانت صرحت انه انه قطر 2022 هي اخر مشاركه ليا في يعني كحكم. كاينه تطورات صراحه، مي ما نقدرش دابا نقول لك غادي نبقى ولا غادي نمشي. ان شاء الله من هنا لفان لاسيزون ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. بحول الله بالمعنى ديال الكلام انه قادر يكمل ما بعد 45 سنه؟ لا هو شوف هو الحمد لله رضوان جيد حاليا راه 30 سنه في التحكيم، يعني كتوصل لواحد الوقيته كاين شويه، وهذه باش نقولوا صراحه انه الا بقينا حنا حتى 45 فين غنخليو الفرصه للشباب؟ خاصو يبان وخاصو يلعب. كنقول انه رضوان جيد الا كمل غادي يكمل حتى 45 سنه، ونخليو كاينين شباب الحمد لله، كاين حكام شباب اللي جايين، وكنتمنوا ان شاء الله انهم يبرزوا اكثر ان شاء الله في المواسم المقبله ان شاء الله بحول الله. مرحبا.